اهلا بكم على قناتي، قناه حازم حسن حامد. اهلا بيك. النهارده بس النهارده بس يوم زي ما نقول اللي هو اليوم الدوري، الكشف على الكلب لو في حشرات ولا في اي حاجه. نحاول ان احنا نراجع نبص في قراط، في براغيث. طبعا حمكم الله، طبعا حمكم، معلش. بس يا روح، زي ما احنا عارفين كلبك، بس كلبك لازما يعني تكون انت مسيطر عليه. تقعدوا القعده دي كده معايا، هو قاعد خلاص، هو راجل ساكت ومحترم نفسه، بس ما يكونش في حد زي دي كده يعاكس. اللي انت تمسكه حته حته كده، تراجع وتشوف في حشرات، في قراض، لازم تحسس بايدك كده عليه في كل الاماكن. ماشي، عند الطوق، تحت الطوق، تحت بطانه، عند رجليه، في كل حته تبص حته حته تشوف هل في اي حاجه، في حشره، في اي شيء معايا، علشان نعدي الصيف ده على خير. الصيف للاسف بيأذي كل حاجه، بيأذي كل المخلوقات معايا. فاحنا نتابع، تبص حته حته تشوف اي شيء، عشان انا حسيت كان هو من فتره في مشاكل في الجلد، لكن هي كانت، كنت شفت كان في كام حشره بس مش قراط، كان في زي براغيث كده ولا حاجه، عشان هو بينزل في الشارع معايا فلقط كام حشره. فطبعا على طول عطيته، رشيته عندي اومني جارد، وحميته، وعندي طبعا اهم حاجه اللي هو خل التفاح او الكلام ده، رشيته وحميته ودهنت له، عشان هو كان مقروص، كان قرصه، كان مضايقينه، فبقى زي الفل الحمد لله. فانا بقيت بقى لازم ان يبقى انا ايه، اعمل له يوم ابص على كل جسمه، يكون في حاجه مدريه كده ولا كده معاكنا عليه، عشان هو كان حسيت ان هو متضايق جدا. وطبعا مره من احد المرات جبت دراي فود. دراي فود ده كان نوعه مش قوي يعني، سبب له حساسيه. انت بعدي ماشي، سبب له حساسيه كانت هي يعني برضو لقيت، ولكن الحمد لله على طول غيرت الاكل الكلام ده، رغم ان هو كان مش نوع رخيص ولا حاجه، نوع كويس. ماشي، نوع كويس، لكن للاسف كان برضو سبب له حساسيه، معرفش ايه السبب، بس بطلت اجيبه يعني. الدراي فود مهم طبعا للكلب، في فيتامينز مش موجوده ساعات في الاكل العادي فكده. فاذا بس يا حبيبي، بس يا بابا، فاذا كلبك لازم تمسكه تخرطه زي ما تقولوا يعني، تسيطر عليه، تقعده زي ما انتم شايفين. البيتبول اصلا كلب عنيد وغتت، فالمهم ايه، لازم زي ما نقول تنيمه، تمسكه حته حته زي ما انا كنت عامل كده. انا من ساعتها كنت بكشف عليه، بس قلت ايه المره نعمل الفيديو ده عشان اوصل الناس كتير تشتكي من انتشار الحشرات والقراض في الفتره دي. هو طبعا زي ما احنا قلنا، خلي التفاح ده ما يتمنعش من عندك، تحميه الكلب باستمرار، بس ما ينفعش كل يوم تحميه بصابون 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 او بشامبو شامبو معايا. انا قبل كده قدمت نوع شامبو بيعالج القشره والالتهابات، شامبو كويس جدا، هو زابيكس تقريبا، شامبو ممتاز جدا وبرده بيجيب نتائج. لكن طبعا بالنسبه لو الكلب مليان حشرات، برده عايز ايه، مساعد، عايز زي ما تقول مثلا مواد فيها كيميكال، فالكيميكال لازم انت تستخدم معاه ممكن بقى ايه حاجات تانية مختلفة يعني. ممكن تستخدم صابون سائل، صابون سائل ساعات بيساعد في قتل الحشرات. ممكن تستخدم طبعا موضوع الشامبو والحاجات دي، الموضوع الرابسو اللي هو زي الاوتوماتيك اللي بيقولوا عليه المنتشر على النت، انا بصراحة
اخشى عشان ما هو صحيح صحيح ممكن ينزل وسخ، لكن هل هو مش هيضر الكلب مثلا؟ ما مش عارف يعني بصراحة. فاذا عندك حاجات لازم تكون عندك، اللي هي الامني جارد لرش رش الكلب لو في اي حشرات. انا معايا تحته طبعا ماشي. عندك طبعا اللهم صل على رسول الله اللي قلنا خلي التفاح. عندك برضو صابون الكبريت كويس برضو بيتجاب، برضو تستخدم معاه شامبو يعني هتحطه وتستخدم الشامبو برضو، ده من الحاجات اللي هي بتخفف او بتشيل على الاقل الحشرات الموجودة. المهم انت لازم ايدك على كلبك باستمرار، اللي انت ما تخليش ان هو الحشرات تنتشر في جسمه في الفترة دي، عشان لو الحشرات انتشرت لا قدر الله ولا حاجة، فانت مش هتعرف تلم الليلة يعني. اذا لازما تكون انت حريص جدا على انك يعني تتابع كلبك باستمرار، تراجع كلبك باستمرار، تبص على كلبك باستمرار ماشي. ما تسيبش كلبك عرضة للحشرات علشان تيزي. ولاحظ برضو الحساسية الصيف مشاكل كتير. حمي كلبك، رش على ميه يعني بلاش يعني انا برضو ما ينفعش تستخدم الشامبو كتير والكلام ده، عشان الكلب كده كده زينا بالظبط في زيوت بتتكون على الجلد. فانت يعني اللي انت تحمي باستمرار عشان بحجه يعني اللي انت عايز تنضفه والكلام ده غلط برضو. لازما تعالى دي لازما فيكي تسمع فيكي اسمك فيكي انت اسمك فيكي فيكي تعالى فيكي. طبعا دي الغيره اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. بص هيعمل بقى دوشه ان هو ما يجيش جنبي. تعالى فيكي انا الحراره شو على طول على وشه. بص فين تعالى فيكي. بص 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 بتعمل ايه؟ بص 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 بتعمل ايه؟ تعالى فيكي. بتاعنا الكلاب بتغيب بالظبط. فيكي الحمد لله ايه مفيش مشكله. فيكي فيكي شوف بص بيعمل ازاي؟ شوف قفل التريز. تعالى فيكي تعالى فيكي تعالى فيكي اتزك فيكي تعالى فيكي تعالى بس تعالى 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 فيكي. مش يالا ولا ايه يا رامبو؟ ايه يا رامبو؟ ايه يا رامبو؟ رامبو لو قدر ياكل ايدي هياكلها برضه. نبص بس 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 يا رامبو برضه نبص عليها بس ايه؟ تعالى فيكي فيكي الحمد لله زي الفل. هو رامبو اللي ايه اتلدع له كام لدعه كده عشان ينزل معاك تقيل. ايه؟ ساعات بيطلع بره بابا. الله انت عايز تلطش؟ ايه الحيافه دي؟ بيجي زي الفل ما شاء الله. بس برضو مفيش مشكله ان احنا ايه نامي 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 بيكي نامي زي الفل. ممكن تكون اتعرضت فعلا القرص برضو في ايه في بطنها. بس بس يا رامبو حساسية بس يا رامبو بس. ممكن زي ما احنا في هو الحمار ده الحساسية، فممكن هي الحساسية اللي من الحر من الكتمة، على الرغم ان هم مطلوقين طول اليوم معايا، لكن ممكن لأي سبب. هي طبعا دراي فود ده كان فترة وعدت، بس عامة بس هي كلبة عنيدة مجرمة. هي زي الفل الحمد لله. ف لصحة حيوانك لازما انك تركز كتير 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 على موضوع تنظيف الجسم. لقيت قراض بالراحة تشيله لو لا قدر الله لقيت في مثلا برغيت، يبقى اذا عليك انت تحميه. في ناس بتستخدم مواد زي ديزانون والحاجات دي، المواد اللي هي مسممه دي، بيرشوا بيت الكلب ورش الكلب بيها، حموا الكلب بيها. يعني انا في ناس بتبقى كويسه وفي ناس بتخاف. كلاب ماتت كتير. وفي برضو اللي هي البارس دي، البارس الامبولات اللي انت ممكن تفتحها على راس الكلب مش بطاله برضو.
معايا، بس طبعا في حاجات لسن معين يعني عشان ما يحصلش تسمم. اذا المهم يعني عايز اقوله في اختصار لهذا الفيديو، اللي انت امسك كلبك، حس عليه، اهتم بيه. الكلام ده لقيت لا قدر الله فعلا مقروص عليك، تحاول تطلع منه الحاجات، تنضفه كويس، تستخدم معاه بعد كده ممكن لو في جروح اللي هو الدواء الازرق بتاعنا اللي هو اسمه الجنتمانه دي، تحط منها على الجروح. ممكن في كريمات كتير مضاد للالتهابات زي الفيسوديرم، الفيسودين، الحاجات دي، كل الحاجات دي مضاد للالتهابات كويسه. كريم الزنك، انا جايب زنك عندي برضو من الحاجات المرطبه للجلد والالتهابات عدوى الجلد. فلازم انت تكون متابع جيد لكلبك وتكون حريص جدا على هذه المشاكل، حتى ما ايه بالذات لا قدر الله لو لقيت مشكله، عشان ده بيسبب فراغ في الشعر. ممكن موضوع فراغ الشعر ده يعني ينتشر وينتشر وينتشر، فجاه لنفسك واحد مشكله جامده جدا جدا، عويصه جدا جدا. فانت تكون حريص جدا على انك تتابع كلبك وتشوف لا قدر الله لو فيه حشرات، في اي حاجه، فانت لازم تكون متابع ومركز مع كلبك باستمرار حتى ما لا تقع في مشكله ان الكلب شعره وقع وتلاقي نفسك عايز تعالج علاج انت ما كنتش اصلا يعني كنت انت بعيد جدا جدا عنه. طب واحد قال لي لو انا لا قدر الله ظهر عندي فراغ في الشعر، هو طبعا احنا لازم نعرف ان فراغ الشعر في منه مواسم، يعني زي احنا مواسم الصيف دي ممكن جدا جدا تلاقي عندك فراغ في الشعر، بس اتاكد ان مفيش مثلا حشرات، اتاكد ان مفيش حساسيه، لقيت شيء عادي معايا خلاص، يعني الكلب ما بيهرش فيها، يعني واحد يقول لي ايه حساسيه، يعني الكلب ما بيهرش، ما بيقطعش جلده فيها، ما بيقعدش يغرش لغايه ما يجيب دم، هي دي حساسيه يعني زينا بالظبط كده، او الالتهابات يعني. فلقيت الكلب عادي عامل فراغات، فده ممكن شيء طبيعي جدا. رامبو ده كان مسقط شعر من حوالي اسبوعين معايا، الحمد لله ما تسرق، هي دي قصه في سرقه الخيطه داخل الطياره، يعني انت مبسوطه كده؟ بس يا بس يا بس دي بس 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 حلو بس يا اخي بس يا جميله بس يا عبيط بس هم بس مش عارفين يعملوا ايه، الحر بيشحت في الكلب كده يخليه ايه زي العبيطه رامبو، حتى ما كلوش كويس، فالحر ساعات خلاص يا رامبو. بس كده دي كانت حاله النهارده. انا دلوقتي هجيب برضو امن جارد وهرش تاني، رشيت امبارح هرش تاني، ممكن تستنوا معايا ونشوف هنعمل ايه تاني. السلام عليكم. ادي الامن جارد معايا، طبعا الجماعه دول عارفين ان هم هيترشوا جايين اهمت، ف انا رشيت قبل كده كذا مره وهرش تاني زي التاكيد، الحمد لله مفيش حاجه اهو، برضو ما يزعلش في حاجه، و يومين كمان ثلاثه وايه واحميهم ان شاء الله. فانت طبعا عشان انا بس معيش حد يمسك لي التليفون، بتمسك طبعا اهم حاجه بتجيبه، هو طبعا ده سعره دلوقتي، في ناس بتجيبه ب70، في ناس بتجيبه ب90، في ناس بتجيبه ب120، هو غالي وبقى فيه منه المضروب الاصلي، بقى حوارات كثيره جدا يعني. المهم ده عملت عند الاصلي معايا اهو، بنهزه كويس كده ماشي، نبدا نفتح الغطا ونبدا ايه نيجي على واحد زي الاخ رامبو كده، بس لو وقف ونحرشش ايه على وقت فيه كده اهو، بتروح راشد ماشي، لازم امسكه يعني بنهزر انا عارف ان انا بلعب بقى، عارف ان انا ايه بلعب بقى بس. فانا هرش ايه لما بس ايه مسك الموبايل وكده خلاص، يبقى دي حاجه من الحاجات. وكذلك تعوز تستخدم خل التفاح، تعوز تستخدم صابون الكبريت، تعوز تستخدم صابون سايل، تعوز تستخدم الصامبو الزبريكس اللي انا حطيتها قبل كده عندي، تستخدم جونسون. المهم انت ايديك على كلبك باستمرار، ايديك على كلبك باستمرار ماشي، حط ايديك في بقه زي ما بيقولوا ونضفه، ما تسيبش كلبك
يمنعك من اديك شفته في اول فيديو كنت انا حاطط ايه بق رامبو. شكرا، رب الفيديو عجبكم، ولو في اي استفسارات ابعتولي. شكرا، السلام عليكم.